طبعا الحديث عن مباراة الأمس والمباراة التي كانت قبلها مليانة تفاصيل كتير جدا جديرة بالوقوف عندها وتأملها ومحاولة الوصول لأي إجابات على علامات استفهام كتيرة جدا موجودة في تفاصيل هذه المباريات. يعني شفنا طبعا امبارح حاجات ما لا تسر لا عدو ولا حبيب في تاني جولات التصفيات المؤهله للمونديال. طبعا هنتكلم عن كل هذه التفاصيل يعني مع كابتن عادل عبد الرحمن نجم النادي الاهلي السابق واللي اعتقد ان هو كمان عنده يعني ايه اكيد رؤيه شديده في الخصوصيه. اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بيك كمان كلمه كابتن عادل. اهلا اهلا. صباح الخير. صباح الفل. حوار صريح جدا. يعني مش قوي، مش هنبقى صراحه قوي علشان مش هنبقى صراحه قوي علشان عندنا ننوه بس قبلها علشان يبقى عندنا تصفيات. المفترض ان احنا بنتكلم على كاس عالم وامنا ان احنا نروح كاس عالم، فلازم المسانده لمنتخبنا من كل الناس الحقيقه، يعني بغض النظر عن ايه بقى. يبقى في اخطاء كتير، اكيد كل حاجه فيها اخطاء يعني ليه وعليه يعني، ولكن اللي احنا نقوله ان احنا مساندين دايما لمنتخبنا القومي، مساندين دايما لبلدنا، ان احنا ان شاء الله نوصل لغايتنا ان احنا نروح كاس العالم. حلو، ما هو ده الكلام. انا مساند لمنتخبي الوطني ومساند لبلدي، ما عشان اساند لازم ابقى واقف على ارض صلبه، لازم ابقى صريح، لازم ابقى بتكلم بمنطق. فوجهه نظر حضرتك، وانا هخش ستريت فورورد كده يعني مباشره على سؤالي، هل حضرتك من وجهه نظرك مع الصوت اللي بيقول اقاله حسام البدري ام لا؟ يعني حته اقاله دي كبيره يعني يعني بمعنى انه في اسباب كتير قوي ادت ان احنا ظاهرين بالمظهر نتكلم فيها بقى لو كده. يعني المظهر اللي احنا كمنتخب مصر قوتنا ان احنا ما بنبانش كده، وفي برضو حاجه بتقول تانية واصوات بتقول تانية ان احنا مع الاستقرار وانه يكمل لانه البديل ومش البديل. يعني احنا اتفقنا ان احنا اتجاهنا كان مدرب وطني، لازم نعترف بكده. كتير قوي قلنا ان المدرب الوطني بالنسبه لمنتخب زي منتخب مصر، انتوا عارفين ان احنا بنحب البرنيطه، يعني احنا انا رغم ان انا مع المدرب الوطني 100%، ولكن علشان النقد واللي بيحصل ده وفي الوقت الحالي ان احنا يبقى في مدرب مصري بيبقى في نقد كتير قوي، فاحنا بنحب قوي حته الاجنبي. ليه؟ لانه احنا بنصدقه. بس ما كانش في نقد وقت كابتن حسن شحاته مثلا، بس كان في جيل عظيم، وما كناش واخدين بالنا اصلا من وجود البرنيطه من عدم، ولان احنا كنا مرضيين باللي كان حاصل واللي كنا شايفينه، وعلشان كان في بطولات وعشان كان في جيل عظيم. لازم نعترف بكده، احنا في تجديد واحلال كنا في الاول، ولكن في الوقت الحالي احنا بنتكلم على الاستقرار الفني بغض النظر عن الاخطاء. ما فيش شك ان في اخطاء فنيه كتير قوي، ولكن في برضو عدم يعني عدم توفيق في حته تطويل الدوري مثلا. بس يا كابتن في اجهاد اللاعبين، في فرق بين الخطا وبين اللا منطق. يعني ايوه بس كبير. يعني احنا بنتكلم بالورقه والقلم في تصفيات كاس العالم. ماشي. احنا لعبنا ماتشين عندنا 4 بوينت، ممكن نتصدر المجموعه. في الوقت الحالي ممكن يكون في اخطاء عند الكابتن حسام البدري، مفيش شك، وفي لاعبين مجهدين كتير، مفيش شك، وهيبقى في راحات كويسه، وممكن الجولات الجايه هنقدر نعمل حاجه كويسه علشان هيبقى في راحات وفي حاجات كتير. لازم نعرف احنا المباراه الاولانيه انجولا كان في 9 لعيبه، ما فيش الا لاعب واحد هو المحترف اللي كان بره اللي هو حجازي، وكان بيلعب في اتحاد جده وكان مخلص بدري شويه، لكن كل اللاعبين كان من الدوري المصري. محمد صلاح ما جاش، تريزيجيه متعور، عندك كمان النني متعوق يعني ما جاش، كان في اصابه اخيره. اللي انا عايز اقوله ان احنا يعني ايه مش عايزين نقسى على كابتن حسام البدري قوي، يعني خلينا يبقى في منطقيه في كلامنا. انت يعني اديته ليه الاول وعاوز تشيله ليه دلوقتي؟ يعني هي المنطق كده، طالما اديته يبقى حافظ على انك انت تساعده لحد ما يوصل للغايه بتاعته. هو للاسف يعني للاسف انه
انه في اوقات للمدرب بيبقى عنده باد لك، رغم ان كابتن حسام عنده جود لك جامد قوي في المباراتين اللي فاتوا على الاقل. لما اكون انا عامل تشكيل صح ومنزل وتغييراتي صح وكل حاجه صح في الملعب، وبعدين الباد لك مش مساعدني، لكن انا ما شفتش ده في الملعب. يمكن عاوز اقول كلمه مهمه، ان مثلا انا قلت على 9 لعيبه كانوا في الملعب في ماتش انجولا، جانا محمد صلاح. يمكن الكابتن حسام البدري كان عنده تحفز كبير قوي في انه عاوز يطلع تعادل او عنده تحفز من الفرق. لما تجرأ في الشوط الثاني بان منظرنا وقدرنا نجيب جون وقدرنا وكان او الصراحه ادائنا كان سيء للغايه، وسيء كمان في ماتش انجولا طبعا. لكن اللي احنا قلنا عليه، اللي عندنا اجهاد وعندنا 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 وعندنا، وانا اصلا كمدرب ما بحبش حته الشماعه، ولكن في الوقت الحالي انت لو عايز تعمل حاجه سريعه لازم تعملها دلوقتي، لانك انت عندك الجوله الجايه عندك ليبيا هنا وهناك، وده المفتاح بتاع البطوله، يعني بتاع المركز الاول. ان احنا يمكن قلنا امبارح هو مفتاح المركز الاول، او المباراه بتاعت الجابون هو المركز الاول، انك انت تكسب الجابون هناك. لكن احنا كنا واصلين لحاله يعني حاجه يعني مش ده شكل منتخب مصر. طبعا فالمنظومه نفسها، يعني منظومه اللعبه نفسها، لازم نعرف انه كان فيها حته ضغط شويه من الكورونا ومن حاجات كتير قوي كان لا معقول في منتخبات كتير. على فكره المنتخب التونسي كده، ما هو الناس برضو لازم تعرف المنتخب التونسي كسبان 3-0 وكان في حالة من الإحباط في الشارع التونسي على المدرب التونسي. دي حاجة كسبان 3 طب أوكي كسبان 3 ولكن على ملعبه فرق بقى. طيب المنتخب المغربي كسبان 2 وبرضه في الجزائر كسبان جيبوتي 8-0. لا ما هو ما لو ماتش كرة تسلة. لا ما هو الجزائر في أحسن حالاتها في الفترة دي، أفضل فرقة في أيوة. إحنا هنعمل إيه ما نوصل للمرحلة دي؟ ده إن وصلنا للمرحلة دي، خلي السؤال ده هو يبقى قائم معانا. هستأذن حضرتك بس نطلع الفاصل ونرجع نشوف هيحصل إيه في الفترة اللي جاية إن شاء الله. فاصل ثم عودة مرة ثانية على 10 الصبح. طيب احنا حديثنا لسه مستمر عن المنتخب، وما عندناش غير هذا الملف النهارده هنتكلم فيه بشكل يعني صريح جدا مع كابتن عادل عبد الرحمن، وهو وعدنا ان هو هيقول يعني كل حاجه بمنتهى الشفافيه، وانا هروح واستغل ده والوعد الكلام اللي حضرتك قلته لنا واسالك. طيب هنتكلم عن المنتخب وكواليس ما قبل، حتى هو احنا لعبنا اصلا اي مباراه وديه غير واحده؟ يعني لا واحده بس، مباراه واحده ويمكن وده صح. لا هو كان في الاجنده الدوليه، وهو ومش عارف مين فضل انه ما يلعبش مباريات كتيره، ودي من الحاجات اللي عدم التجانس اللي حصل في الحاجه، وده مش مظبوط تماما. يعني كابتن عادل انا بتكلم في منتخب العب مباراه وديه واحده، يعني ودي بتاخرك كمان في التصنيف، يعني ما في حته المباريات الوديه لما بتدخل وبتلعب بيبقى في تصنيف بيعلى وفي النتائج بتعليكي في التصنيف. يعني احنا في الوقت الحالي عندنا مشكله كبيره، ان شاء الله نوصل اول مجموعه. احنا عايزين نوصل اول مجموعه وكمان نخش من الخمسه الكبار، بمعنى هم بعد ما يخلصوا التصفيات وهيبقى في فرقه هي اللي هتبقى اول في كل مجموعه، يا اما 10 مجاميع، هيبقى في 10 فرق هيلعبوا اللوك اوت اللي هو المباراه اللي هو ذهاب واياب. ففي خمس منتخبات هتبقى اللي هم تصنيف اول، الخمس منتخبات التصنيف الاول اتمنى ان احنا نبقى فيهم، لانك بتاخد التصنيف الثاني. هو لغايه دلوقتي احنا تصنيف، لو وصلنا نبقى تصنيف ثاني. فانا كنت اتمنى ان احنا نبقى مع التصنيف الاولاني علشان نبعد عن الجزائر وعن السنغال، مش خوفا من حد، ولكن في الوقت كل وقت وبيبقى ليه منتخب بيبقى في ازهى حالاته وفي احسن حالاته وكده. اكلمك بقى بمنتهى الصراحه، تعالى اقول لك اخطائنا اللي انا شايفها فنيه بس، يعني بدايات. لا ما نتكلم بقى في اخطائنا من بدايه كده، ان احنا ما عندناش اصلا ماتشات وديه لغايه اللحظه اللي احنا فيها، عشان اكيد الموضوع مش في الملعب بس. يعني لا هو الموضوع مش موضوع ملعب بس، احنا خلينا نتكلم بمنطقيه ان كان في وقت كورونا على الجميع، ولكن لما رجع المنتخبات الثانيه عملت ما انا عاوز اقول لحضرتك، لما رجعنا والناس رجعت بالتدريج وحبوا ان هم يتخطوا عمليه الكورونا، حصل مباريات دوليه، الاجنده الدوليه اتلعب فيها اكتر من لقاء. يمكن احنا ما كانش ده، كان قبل كورونا كمان
اللي هو 2019 في بداية تولية الكابتن حسام البدري، هو لعب مباراة ودية واحدة، ولكن تخلفنا عن المباراة الودية، ودي كان يعني عايز أقول إنه ما كنتش متخيل إن في ممكن الكابتن حسام يتغاضى عن المباريات دي. دي من أخطائه يعني، كان لازم يعمل مباريات عشان يبقى في تجانس، لازم يجرب كتير. يعني احنا من أخطائنا مثلا في ماتش الجابون أحمد توفيق مثلا، أنا يعني أنا مش بتكلم عليه بسلبية، ولكن أحمد توفيق كان خارج إطار المنتخب، ولما تعور أكرم توفيق جاب أحمد توفيق، وفي الوقت اللي حتى كمان عمر جابر من الناس اللي ما كانش بيلعب بصورة أساسية مع بيراميدز، حتى برضو من الناس اللي لعب ولعب في مكان غير مكان. يمكن احنا امبارح كان في مباراة مصر يعني كان عندنا حتة عدم انسجام جوه الملعب، يمكن الملعب تحس بلغة المدربين انه مش موزون خالص، في تباعد ما بين الخطوط، احنا بندافع وما بنندفعش، وبنهاجم وما بنهاجمش، يعني اللي هو فاضل ايه اللي هو تقدر تقول. طب معلش يا كابتن، انا اسف لمقاطعه حضرتك بس عشان الشيء بالشيء يذكر، ما تيجي نعيد صياغه الجزء ده من الكلام في صيغه سؤال، في الظروف العاديه كان هتبقى الاجابه عليه بالنسبه لحد زي حضرتك من اسهل ما يمكن، بس انا مش عارف بقى ايه المره دي هيكون وضعه ايه. هو منتخبنا لعب في ماتش انجولا وماتش الجابون باي خطه؟ ما انا عايز اقول لك، انا الابتسامه دي اجابه كافيه، ميرسي جدا، كملوا بقى كلامكم. اصل الاجابه اللي انا عايز اقولها لك ايه، انت الصراحه ما كانش ليك شكل في المباراتين، يمكن انا بتكلم على المباراه امس، انك انت في الجابون انت ملاعب ثلاثه دفندراء او ثلاثه في وسط الملعب، انا شايف ان الثلاثه في وسط الملعب كانوا واقفين بمعنى اللي هو في يعني تقهقر جامد قوي، نص الملعب راح منك في الجابون. فرقة الجابون عملوا مباراة من أعلى المباريات اللي عملوها عليهم، أنت اللي اديتهم الفرصة. الحاجة الثانية انعزال محمد صلاح مع محمد شريف مع مجدي قفشة في نفس الوقت، برضو في بعد ما بينهم وما بين نص الملعب، فما بقاش ليك تواجد هجومي وما بقاش ليك تواجد في نص الملعب، وبالتالي الخطورة جت عليك على المدافعين. الحاجة المهمة إن الناحية اليمين يبدو إن الكابتن حسام كان بيأمنها، لكن كان بيلعب بعمر جابر وراء احمد توفيق، ما حسيتش ان ده، بالعكس دي كانت الثغره اللي عندنا، وفرقه الجابون كانت بتلعب من ناحيتها. الحاجه الثانيه، حمدي فتحي وعمرو السوليه لما كان حجازي والونش كانوا بينزلوا لتحت كانوا بيعملوا عمق معاهم، فكان سايبين نص الملعب، فانت تحس ان الفرقه ما كانش فيها عدم اتزان. هنرجع نقول الإيجاد، أنا ما بحملهاش على الإيجاد خالص، أرجوك بس في عجالة إن إحنا خلاص وقتنا بيوشك على الانتهاء. يعني 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 في 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 آخر الكلام اللي أنا عايز أقوله لك، أداءنا كان سيء في المباراتين دي حقيقة، بس كان نتيجتنا طيبة جدا في المباراتين، بمعنى أنت عندك أربعة بون، الفرقة اللي وراك عندها ثلاثة ليبيا. النهارده في بكره في مباراه ليبيا وانجولا، دي هتحدد حاجات كتير قوي، وبعدين هندخل على مباراتين ليبيا ان شاء الله، وفي الاخر احنا بنقول ان يجب ان احنا نستفيد من الدرس بتاع الدوري اللي فات، فتره طويله قوي اتلعب الدوري، لازم نعرف ان احنا نفضي اجنتتنا الدوليه طبعا للمنتخبات او للمنتخب، علشان نقدر نجابه المنتخبات اللي بقت في الوقت الحالي اقويه جدا. طبعا. ان شاء الله. طيب يعني هنقول لك طيب والله مش عايزين احباط، يعني مش احباط بس يعني احنا عايزين، يعني هقول لحضرتك على حاجه، ان شاء الله خير. حلو كده نختم بده. يعني ما احنا مش بايدينا الا كده. نورتني يا كابتن عادل والله بجد، رغم ان الفقره يعني ما كانتش طويله جدا، بس كنا نحب حضرتك تبقى معانا اكتر من كده، بس ان شاء الله نكررها مره ثانيه. تنورنا مره ثانيه قريب ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لوجود حضرتك معانا، وشكرا لكل حضراتكم على حسن متابعتكم لحلقتنا النهارده. بكره ان شاء الله يوم جديد وحلقه جديده، و10 الصبح في الاهلي. صباح الفل عليكم.